قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له. أما الاسم الغفار يروح فين؟ اسم الغفور يروح فين؟ يعطل. أسماء الله ليست عاطلة. اسم الرحمن يروح فين؟ اسم التواب يروح فين؟ يبقى لابد يبقى في واحد يخطئ، لأن كل ابن آدم خطاء، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين. يبقى لابد واحد يرتكب الذنب ويرجع جاري لمولاه. هو في غيره؟ ده بابه مفتوح على طول. قال عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه: من داوم قرع الباب، من داوم قرع الباب أوشك أن يفتح له، أوشك أن يفتح له. قالت له رابعة: ومتى أغلق يا عبد الواحد حتى يفتح؟ هو إمتى عبد الواحد أغلق الباب حتى يفتح؟ فلذلك اسم الله الغفار أو التواب أو الرحمن أو الرحيم أسماء ليست عاطلة، فهي فاعلة، فلا بد أن يكون هناك، لأن القصور في بني آدم، كل ابن آدم خطاء. سيدنا الشيخ زروق بيقول: ليه ربنا ذم تعظيم الذنب إلى هذا الحد الذي ييأس من رحمة الله؟ إيه السر في ذلك؟ الحكمة من وراء ذلك؟ قال لنا ثلاث أسباب. أولها إيه؟ ما فيه من الاعتماد على العمل، ومن ثم نقصان الرجاء عند وجود الزلل. مش عارفين الحكمة دي؟ أول حاجة، أول حكمة في الحكم: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. يعني لما يبقى في نقص للرجاء، لأنك أنت فاهم أنت اللي بتعمل، أنت اللي بتعبد، أنت اللي بتوفق للطاعة، ده أنت اللي أنت اللي بتطيع. طب أمال إيه الأصل؟ ما يجب اعتقاده إيه؟ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وفي حد يقدر يطيع غصب عنه؟ حد يقدر يؤمن بيه غصب عنه؟ ما يبقاش رب ولا تبقى أنت عبد. بالمنطق، من غير إيمان وكفر، بالمنطق ما يبقاش رب ولا تبقى أنت عبد. مقتضى الربوبية الإطلاق ومقتضى العبودية الذلة والمهانة والعبودية والافتقار، مقتضى العبودية الافتقار، فأنت مفتقر في إيمانك إليه.